الشهري يتقدم هذا اللاعب الأنيق ويستمر للأمام ويرسل كرة خطيرة جدا وخطيرة للأمام وكرة هدف للمنتخب السعودي هدف للمنتخب السعودي هدف للمنتخب السعودي نعم اللي صنع الكرة في المرة الأولى يحيى الشهري واللي هيأ الكرة بعد ذلك لكن تيسير الجاسم اللي كنا نتكلم عن خبرة الميدانية الكبيرة شوف بداها يحيى الشهري في مكان تقدم للأمام هذا أول وصول للمنتخب السعودي يحيى الشهري يفعل ذلك والكرة من جانب السهلاوي إلى تيسير الجاسم لمسة أولى في شباك مرمى منتخب الإمارات الوطني شوف الكرة قوية جدا طبعا ما كان أمام ماجد أنه يعملها أي شيء وبالتالي هدف يسجل هدف يعطي منتخب المملكة العربية السعودية التقدم في المباراة حتى الآن المنتخب السعودي طبعا 19 نقطة حتى ما قبل السعودية أول لقب أسيوي هذه كرة خليه علي 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 في المكان الآن وبالتالي هيا 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 جول جول إماراتي جابه عمر عبد الرحمن يعود الأبيض وتعود الابتسامة ويعود عيال زايد مرة أخرى الكرة اليسرى جميلة الآن وبالتالي تعود المباراة 1-1 1-1